كشفت مديرية رعاية ذي قار عن 30,000 موظف ممن يستلمون راتب الرعاية بالإضافة لراتب وظيفته. هذا الرقم سجل في المرحلة الأولى من عمل اللجان المشكلة لمتابعة مزدوجي الرواتب. يستمر العمل في دائرة حماية اجتماعي في ذي قار لإنجاز معاملات متجاوزين اللي جامعين راتبين. بلغ عدد المتجاوزين المراجعين لحد الآن أكثر من 3500 مراجع، تم استرجاع أكثر من 461 مليون منهم لحد الآن. العمل مستمر وفق الآلية المعتمدة من الوزارة، استرداد الأموال طبيعي. عشرات الملايين عادت إلى دائرة الرعاية التي سجلت بياناتها نسبة العاطلين للشباب والتي فاقت 60% من أبناء المحافظة، فيما يطالب مراقبون بضرورة منح رواتب مباشرة من تلك الأموال للعاطلين الفعليين بدلا من إعادتها إلى خزينة الدولة للتخفيف من أزمة البطالة التي تعصف بأهالي ذي قار. أعلنت مؤخرا شبكة الحماية الاجتماعية في ذي قار عن وجود 3500 شخص متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية ويعني لديه أكثر من راتب، بالتالي هذا دور مهم ومميز للدوائر الرقابية. يعني هذا لو أخذناه على بقية المحافظات راح تظهر عندنا آلاف الأشخاص هم متجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، وبالتالي ممكن أن نوفر يعني رواتب أخرى إضافية للعاطلين و إعانة العاجزين والمشمولين دائرة الحماية. وما زال ذي قار تتربع العرش على المحافظات الأكثر فقرا فيما يعول أهاليها على الحكومة العراقية بتعيين شبابها، خاصة بعدما أعلنت منكوبة من قبل البرلمان العراقي. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.